بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك يا أرحم الراحمين. ونأتي الآن إلى عرض بعض المسائل مما يعتبر من النوازل التي حدثت في هذا العصر، ونبدأ بالمسائل المتعلقة في الطهارة، ومنها حكم استعمال مياه الصرف الصحي إذا زال تغيرها. من المعروف أن المياه اليوم أصبحت تشكل مشكلة كبيرة للدول، وبالتالي أصبحت تلجأ كثير من الدول إلى تحسين أو إلى تنقية هذه المياه وتعقيمها وإعادة استخدامها، المياه العادمة. وبالتالي ما هو حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها وتنظيفها من الشوائب وإعادتها إلى الحالة التي لا لون فيها ولا طعم ولا رائحة ولا جراثيم ولا أمور ضارة، إعادتها إلى الاستخدام مرة أخرى؟ بداية نقول اتفق الفقهاء على أن الماء المتنجس إذا بلغ قلتين فأكثر فأضيف إليه ماء طاهر فزال عنه التغير في صفاته الثلاثة، اللون والطعم والريح، فإنه يطهر بذلك، واختلفوا فيما عدا ذلك. إذا بداية، إذا الماء الكثير الذي يتجاوز قدره القلتين إذا زالت عنه الأوصاف أو زال عنه التغير فلم يعد فيه لون ولا طعم ولا رائحة النجاسة، ففي هذه الحالة يكون طاهرا. إذا زال التغير بنفسه أو بإضافة ماء طاهر إليه فإنه يعود طاهرا مطهرا. وعليه فإن البحث يتعلق بالماء الذي تغيرت أوصافه بسبب ما خالطه من النجاسات، وهذا الماء كما قلنا أصبحت اليوم الدول تعتني به لإعادة الاستفادة منه. تصوير المسألة، في بعض الدول سواء كانت في أفريقيا أو في غيرها من الدول، لأن صاحب البحث هنا يظهر أنه كان يعتني بالدول في أفريقيا أو كانت بلادا غربية أو غير غربية إلى آخره، تلجأ الدولة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المتنجسة، وذلك بمعالجتها بطرق فنية متنوعة، وهنالك مهندسين خاصين في تنقية المياه، وأصبحت هنالك وسائل معروفة في ذلك كالتهوية والترسيب والترشيح والمعالجة الكيميائية والبيولوجية وغيرها، بحيث ترتفع وتزول أوصاف النجاسة عن الماء فيزول التغير بالنجاسة. فهل يعتبر ذلك كافيا للقول بطهارة هذه المياه؟ وهل تجزئ الطهارة بها في إزالة الخبث ورفع الحدث؟ بداية، ما هي مياه الصرف الصحي؟ مياه الصرف الصحي هي المياه الناتج عن مختلف الاستخدامات المنزلية، وكل ما يمكن أن يصب في شبكة المجاري التي تعدها الأمانة في الدول. وتتألف هذه المياه من عنصرين، الأول هو الماء الطاهر وهذا يشكل قرابة 99% من المياه، والثاني الملونات الضارة أو الملوثات الضارة والنجاسات، وهي تشكل نسبة قليلة جدا تماثل تقريبا 1%، إلا أنها تغير أوصاف الماء بلا شك. تنقية هذه المياه تتم من خلال عدة مراحل، وذلك بحسب الغرض منها، هل هو للاستخدام في الزراعة أم للاستخدام في الاستعمالات المنزلية أو حتى للشرب، ومن ثم يتحدد نوع الاستخدام لهذه المياه، وبالتالي ما هي المعالجة الضرورية لمثل هذا الاستخدام. وهذه المراحل تبدأ بما يلي: أولا المرحلة أو المعالجة الابتدائية، وتهدف هذه المرحلة إلى إزالة المواد الصلبة كالرمال والمعادن والزجاج وما إلى ذلك من مواد ضارة ذات جرم كبير، وهنا تستخدم الأجهزة في تنقية وتصفية مثل هذه المياه، وحتى لا تؤدي إلى الإضرار بالأجهزة التي تستعمل في المرحلة أو في المعالجة الثانية. المرحلة الثانية المعالجة الأولية الفيزيائية، وتهدف هذه المرحلة إلى تخفيض قيم الملوثات الموجودة في مياه المجاري، ولا سيما المياه المواد العضوية كالزيوت والشحوم،
والبروتينات والمواد الصلبة غير العضوية القابلة للفصل كالقلويات والمعادن الثقيلة والكبريت، حيث يتم ترسيب هذه المواد من خلال أحواض الترسيب الأولي. المرحلة الثالثة المعالجة الثانوية البيولوجية والإحيائية، وتهدف هذه المرحلة إلى تحليل المركبات العضوية إلى مواد غازية تتطاير وتذهب وتحويلها إلى مركبات مستقرة وكتلة حيوية تتألف في معظمها من البكتيريا وبعض الكائنات الدقيقة التي يكون وزنها أكبر قليلا من الوزن النوعي للماء، وبالتالي سوف تترسب في الأحواض، فهذا الأحواض الترسيب الثانوي، ومن ثم يتم فصلها عن المياه ومعالجتها على انفراد، مما يؤدي إلى الحصول على مياه خالية عمليا من التلوث العضوي. المرحلة الرابعة الترشيح والتعقيم، وهذه المرحلة تعتمد على وحدتين متتاليتين للمعالجة، هما الترشيح، وتهدف هذه العملية إلى فصل وإزالة المواد العالقة العضوية وغير العضوية وجميع الشوائب التي لم يتم فصلها في حوض الترسيب الثانوي، وهذه من خلال مرشحات رملية التي يتم غسلها باستمرار عن طريق حركة المياه العكسية. ثانيا التعقيم، وتهدف هذه العملية إلى القضاء على البكتيريا والأحياء الدقيقة الأخرى التي تسبب عدة أمراض معدية وخطيرة. ويستخدم في هذه المرحلة، مرحلة التعقيم، غاز الكلور المحقون في مياه الصرف الصحي لإحداث عملية التعقيم، كما يستخدم أيضا التعقيم بالأوزون والأشعة فوق البنفسجية، وذلك لتهديم البنية الجرثومية في هذه المياه. فإذا تمت معالجة مياه الصرف الصحي من خلال هذه المراحل المذكورة، فحين نصل إلى مياه شبه نقية من العوالق التي كانت موجودة بها أثناء كونها مياه صرف صحي. السؤال: هل يجوز حينئذ استخدامها بعد هذه المراحل في الطهارة الشرعية كالوضوء لرفع الحدث الأصغر أو كالغسل لرفع الحدث الأكبر؟ مياه الصرف الصحي قبل معالجتها لا شك بأنها تعتبر نجسة، لأن المياه الطاهرة إذا اختلطت فيها نجاسات غيرت من طعمها أو لونها أو ريحها فإنها تنجس، والماء إذا تغيرت أوصافه بنجاسة صار نجسا، فلا يجوز حينئذ استخدامها في الطهارة، فهي لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا بل إنها تنجس. أما مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها التنقية الكاملة بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، والتي لا يبقى معها أثر للنجاسة في الطعم واللون والرائحة، فإنها تعتبر طاهرة، ويجوز حينئذ استخدامها في رفع الأحداث وإزالة النجاسات، وتحصل بها الطهارة الشرعية. أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارا في دورته 11 بجواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الطهارة، ومما جاء في نص القرار: ماء المجاري أو مياه المجاري إذا نقيت بالطرق المذكورة أو ما يمثلها ولم يبقى للنجاسة أثر في طعمها أو في لونها أو في رائحتها صار طهورا، يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بها. من خلال ذلك يمكن إبراز أوجه تطبيق هذا المناط، وهو مناط الطهارة فيها، على الشكل التالي: أولا المناط يعني الوصف المناسب والعلة التي علق الشارع بها حكم طهورية الماء، وأن يبقى الماء على أصل خلقته غير متغير لا في لونه ولا في طعمه ولا رائحته بالنجاسة، فإذا تغير شيء من هذه الأوصاف بنجاسة ولو تغيرا يسيرا فإنه يصير نجسا، وهذا ثابت بالإجماع. يقول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو رائحة أنه نجس ما دام كذلك. وقال ابن حزم: واتفقوا على أن الماء الذي حلت فيه نجاسة فأحالت لونه أو طعمه أو ريحه فإن شربه لغير ضرورة، والطهارة به على كل حال لا يجوز. وعلى هذا فالحكم على الماء بالطهارة أو النجاسة يدور مع الوصف الذي علق به الشارع ذلك الحكم وجودا وعدما، ف
فإن بقي الماء على أصل خلقته لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه فهو طاهر، وإن تغيرت أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس. ثانيا، لما ثبت وصف ومناط طهارة الماء ونجاسته بمسلك الإجماع، اجتهد الفقهاء المعاصرون في تحقيق ذلك المناط في مياه الصرف الصحي. وانبنى على ذلك القول بأن مياه الصرف الصحي قبل المعالجة تعتبر نجسة لتحقق مناط، يعني علة النجاسة فيها، لأن الماء لم يبقى على أصله حيث اختلطت به النجاسات، وإن كانت نسبتها قليلة إلا أنها أدت إلى تغير واضح في طعمه ولونه ورائحته بتلك النجاسات، علما بأن التغير الذي يؤثر في طهورية الماء هو التغير اليسير إذا كان بالنجاسات وإن كان الماء كثيرا. كل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه كحكمها، لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة هذا الأمر الواقع، والفرع يثبت له حكم أصله. كما بنى على ذلك أن مياه الصرف الصحي إذا تمت معالجتها وتنقيتها وعاد الماء إلى أوصافه الطبيعية ولا أثر للنجاسة في طعمه أو لونه أو رائحته، فإنه حينئذ يعتبر طاهرا، لأن الماء إذا انفكت عنه آثار النجاسة فلم يبق لها أثر في طعمه ولونه ورائحته، عاد إلى أصله وهو الطهورية. والشرع قد رتب حكم النجاسة بناء على الأوصاف والمعاني التي قامت بتلك الأعيان، وإذا انتفت هذه الأوصاف والمعاني عن تلك الأعيان فقد انتفى عنها حكم النجاسة ولا عبرة بالأصل الذي استحالت منه. والإجماع منعقد على أن الخمر إذا تخللت بنفسها وانقلبت إلى خل فإنها تحل وتطهر بهذه الاستحالة. وقد اختلف الفقهاء في طهارة النجاسات بالاستحالة على قولين: القول الأول يطهر الشيء باستحالته عن النجاسة، وذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة واختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثاني النجاسات لا تطهر بالاستحالة، وقد ذهب إلى ذلك أبو يوسف من الحنفية والشافعية والحنابلة. يقول ابن القيم رحمه الله: وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس، وهو ينصر بذلك القول بالطهارة بالاستحالة. قال: فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجب زال الموجب، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها. وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت، والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب، علما بأن الثمار والزروع ولو سقيت بماء نجس فإن النجاسات لا تنتقل عبر العروق إلى الثمار فتبقى طاهرة. وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا، كالماء والطعام إذا استحال بولا وغائطا فإنه يستحيل إلى نجاسه. فيقول: فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر يعني الاستحالة في انقلاب الخبيث طيبا؟ والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب، ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء في نفسه على أرض الواقع. قال: ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما. ويقول ابن حزم: إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر فليس هو ذلك النجس ولا ذلك الحرام، بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر، والأحكام للأسماء والأسماء تابعة للصفات. تخريجا على ذلك ما سبق، فقد أناط مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لروابطة العالم الإسلامي أناط جواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها بالوصف الذي أناط الشارع به طهورية الماء، حيث ورد في نص القرار أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو بما يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهورا،
يعني طاهرا مطهرا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به. الاجتهاد في تحقيق المناط وهو من أنواع الاجتهاد في النوازل، وهو الاجتهاد الذي لا ينقطع كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو بمعنى تنزيل الوصف والعلة على الواقع، فهذا هو تحقيق المناط. فتحقيق المناط في النجاسة في مياه الصرف الصحي قبل النجاسة يثبت بمسلك الحس. يعني إذا أردنا أن نقول كيف أثبتتم وصف النجاسة في مياه الصرف الصحي قبل المعالجة، نقول بدليل الحس والمشاهدة، فالتغير في طعمها أو لونها أو ريحها يدرك بالحواس التي تتعلق بهذه الظواهر، حيث من رأى تلك المياه أدرك تغير لونها، وكذا من شم رائحتها شم فيها رائحة النجاسة. وإذا تم تحليل هذه المختبرات المياه في المختبرات الخاصة وجد أنها تحتوي على نسبة كبيرة من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الضارة. وكذلك لو أردنا تطبيق التحقيق المناط والاجتهاد في تحقيق المناط في مياه الصرف الصحي بعد المعالجة، فسنجد بأنها يتحقق فيها وصف ومناط الطهارة. قال وكذلك الاجتهاد في تحقيق المناط الطهارة في مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها فإنه يثبت بمسلك الحس أيضا، حيث يدرك من رأى تلك المياه أو شم رائحتها أنه لم يبقى للنجاسة أثر على لونها أو طعمها أو ريحها، وأنها مياه طاهرة نقية. ومسلك الحس هو من المسالك في الاجتهاد في تحقيق المناط كما تقدم، لا سيما إذا كان يتعلق ذلك يعني يتعلق المناط بأمر يدرك بالحس، كما يمكن إثبات ذلك أيضا بقول أهل الخبرة المختصين في تنقية المياه ومعالجتها. فإذا أثبتوا أن مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بالطرق المذكورة أو ما يماثلها تصير مياها نقية خالية من النجاسات والملوثات، اعتبر حينئذ قولهم وبني عليه القول بطهورية تلك المياه، ويجوز بناء على ذلك استخدامها في رفع الأحداث وإزالة النجاسات. ومسلك أهل الخبرة هو أيضا من المسالك المعتبرة في تحقيق المناط، بل هو لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة في تحقيق المناط كما نبه على ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. وقد بنى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي قراره في جواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها على قول أهل الخبرة، حيث ورد في نص القرار بعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة، وهي الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيم بالكلور، حيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه يعني في طعم الماء ولونه وريحه، وهم مسلمون عدول وموثوقون بصدقهم وأمانتهم. الحاصل من ذلك أن الاتفاق واقع على أن الماء الكثير المتنجس إذا زال تغيره بنفسه أو بالمكاثرة أو بطرح ما يطهره فيه فإنه يطهر، ثم الخلاف جار في هل يجزئ في طهارة شرعية به يزول الخبث ويرتفع الحدث، فالجمهور على أنه طاهر مطهر لغيره. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب: إذا زال تغير الماء النجس وهو أكثر من قلتين نظر، إن زال بإضافة ماء آخر إليه طهر بلا خلاف، سواء كان الماء المضاف طاهرا أو نجسا قليلا أو كثيرا، وسواء صب الماء أو صب الماء عليه أو نبع عليه، وإن زال بنفسه أي بأن لم يحدث أو لم يحدث فيه شيئا بل زال تغيره بطلوع الشمس أو الريح أو بمرور الزمن طهر أيضا على المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى المتولي عن أبي سعيد الاصطخري أنه لا يطهر لأنه شيء نجس فلا يطهر بنفسه، ولكن هذا القول
ليس هو الذي اعتمده النووي ولا هو ما عليه الجمهور. يقول النووي: وهذا ليس بشيء، يعني هذا القول، لأن سبب النجاسة التغير، فإذا زال طهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. وإذا زال بأخذ بعضه طهر أيضا بلا خلاف، بشرط أن يكون الباقي بعد الأخذ قلتين. يعني إذا أخذنا شيئا من الماء الذي هو مصدر التغير، فالذي بقي زال التغير فيه وكان أكثر من قلتين، فإنه يكون طاهرا. فإن بقي دونهما، يعني دون قلتين، لم يطهر بلا خلاف. إذن واضح من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الماء الكثير ما دام قد زال التغير فيه بنفسه أو بإضافة ماء إليه أو بإزالة شيء منه وبقي كثيرا غير متغير، فإنه يعود طاهرا مطهرا. ولا شك بأن أحواض المياه التي تتم فيها المعالجة هي أكثر من قلتين بكثير، وبالتالي الماء الذي يكون في هذه الخزانات أو هذه الأحواض وماء كثير زال التغير فيه بسبب تنقيته والترسيب وإضافة ماء إليه وما إلى ذلك أو إزالة شيء من هذه النجاسات، فيبقى حينئذ دون أي تغير في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه. هنا الترجيح في هذه المسألة كما ذهب الباحث، قال: لا يبلغ الأمر بهذا الماء أن يمنع التطهر به إذا لم يوجد غيره. فإذا إذا لم نجد سوى هذا الماء فلا شك بأنه يصح التطهر به، ولا يصح أن يعتبر الواجد لهذا الماء كالفاقد للماء الطهور، بحيث يجوز له العدول عنه إلى التيمم، فهو طاهر مطهر، ويكره التطهر به ولا يحرم لما في يعرف من أصله، فربما تعافه النفس، فهو أشبه ما يكون بماء سخن بالنجاسة وماء مستعمل في طهر لا يرفع حدثا كتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة وماء بئر بماء بمكان مكروه وما أشبه ذلك مما قال العلماء فيه بالكراهة، وهو معلوم في مذاهب الفقهاء الحنابلة وغيرهم. فالكراهية هنا جاءت ليست لنجاسته، وإنما لأمر خارج عنه ومراعاة للخلاف، ومع الحاجة إليه يتعين استعماله وترتفع الكراهة فيه. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن جباب، عن جمع أو جباب جمع جب، وهو البئر الواسع، تحفر فتسقط فيها الميتة فتغير لونه وريحه، يعني الماء، ثم يطيب الماء بعد ذلك، فأجاب أنه لا بأس به. وعليه فإن المسلم الذي يعيش في تلك البلاد التي يعاد فيها استعمال مياه الصرف الصحي وتعاد تنقيتها ومعالجتها، لا يحرم عليه أن ينتفع بها، حيث لا مضرة عليه لا في دينه ولا في بدنه، وإن وجد غيره فهو أولى لما في ذلك من معافاة أو تعافه النفس. ومتى حكم الأطباء بأنه لا ضرر فيه من شربه وتعاطيه جاز له ذلك وجاز له استعماله، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.